للساعة 9:30، وبتمنى إن يكون أكبر عدد متوفر معانا دلوقتي. أولاً قبل ما أبتدي المحاضرة بسرعة كده إن شاء الله، أنا عارف إن أنتوا عندكم محاضرة الساعة 11 مع الدكتور محمود. أنا برضو إن شاء الله هحاول على قدر الإمكان إن أنا أركز في الكلام وما ناخدش أكتر من ساعة إن شاء الله. قبل ما أبتدي، أنتوا أوريدي كنت بعت سؤالين في الشيت اللي موجود. كان أول سؤال بيتكلم على مقاومة القص بتاعت التربة قابل الانتفاش على العمق بتاع الأكتيف زون. زي ما احنا عارفين من سنة تانية إن التين لما بيمتص مية بيؤدي إلى تباعد حبيبات التين مع بعضها، يعني بيؤدي إلى إن التماسك يقل ما بين حبيبات التين، بمعنى آخر زيادة نسبة المية في التين بتقل من التماسك. وإحنا عندنا في العمق الفعال الجزء على وش الأرض اللي هو الأرض مشبع بالمية بيكون أكبر نسبة رطوبة فيه، وبالتالي هتكون فيه أقل مقاومة سترينز، يعني ممكن يوصل للسوفت أو ميديم، ولكن مع نهاية الطبقة هترجع لنسبة الرطوبة للرطوبة الطبيعية، هتبقى مقاومة القص للطين هي أكبر مقاومة ممكنة طبقا لطبيعة التربة الطينية الجافة. السؤال الثاني كان بيتكلم عن هل السويلينج بريشر دوت بارامتر ولا كونستان؟ بارامتر يعني متغير وكونستان ثابت، مما لا شك فيه ان احنا لو قسنا السويلينج بريشر بطريقه الكونستانت فوليوم هيدينا قيمه اكبر قيمه ممكن تجينا من السويلينج سويل، بيسميها يعني بما يقابل السويلينج بوتنشال بسميها السويلينج سويل. انا في الحاله دي بعتبر ان السويلينج بريشر هو كونستانت، ولكن لو حاولنا نقيس السويلينج بريشر بالثلاث الطرق التانيين اللي كنا بنعلم قبل كده، هنلاقي ان كل طريقه بتدينا قيمه مختلفه وبالتالي ما اقدرش اقول ان القيمه فيهم بتمثل السويلينج سويل. لكن ممكن نقول ما في هذه الحاله نقول ان السويلينج سويل بارامتر بيتوقف على طريقه القياس، ما دام ما بيتقاس. كنا جبت على السؤالين دول، هما سؤالين مهمين جدا وبحب اجيبهم في الامتحانات. نخش بقى على الجزء الثاني من المحاضره. بتمنى بعد ما اخلصه خلال هذا الاسبوع تكونوا انا بكره ان شاء الله يعني نكون مسلمين الشيب بتاع الثاني دوت للدكتور محمد، وانا ان شاء الله على يوم السبت هنزل مود الانسر بتاعه. نبتدي اساسات على التربه قبل الانتفاش. مما لا شك فيه ان اهم حاجه عندي ان المنشأة لا يتاثر بالانتفاش اللي يحصل. كيف يمكن تحقيق هذا الشرط؟ اولا لو عندي طبقه قبل الانتفاش سمكها صغير ممكن انا ازيل هذا الجزء واستعوضه بتربه رمليه طبقه احلال اذا كان عمق الحفر اكبر من عمق التأسيس، يبقى لازم استعوض تربة رملية. وإذا كان هوصل لتربة رملية طبيعية كويسة هتبقى كافية إن أسس عليها. طيب لو كان العمق بتاع الطبقة الطينية كبير، عمق كبير، في هذه الحالة ما أقدرش أشيلها كلها، يبقى أشيل منها جزء، ولو شلت منها جزء أعمل طبقة أحلام. طبقة أحلام لازم تكون إيه؟ ساندي سويل، بكررها ساندي سويل. الحاجة الثانية، رغم ان انا بعمل هذا الاحتياط يجب ان انا على قدر الامكان امنع تسرب المياه الى الطبقه الحامله السويلينج سويل. عشان امنع تسرب المياه ده مهم جدا، ان انا اخلي مواسير الصرف موجوده في قلب داكت بين الخرسانه بحيث انها لو حصل تسرب الداكت يجمع المياه ويرميها برده في المصارف، وفي نفس الوقت مياه التغذيه أو مواسير التغذية تبقى موجودة في قلب داكتس أو على وش الأرض، بحيث لو حصل تسرب ممكن يوضح. النقطة المهمة جدا إن أنا بغض النظر عن مواسير الصرف ومواسير التغذية،
في عندي مشكله ان كل المجتمعات الجديده بتحب تكون حوالين العمارات والفلل مناطق خضراء. هذه مناطق خضراء لما تلوي الميه، الميه بتتسرب للطبقات التحتيه، ولو في طبقه قابله للانتفاش هتعمل مشكله. في هذه الحاله دايما بننصح في الاماكن اللي احتمال فيها وجود طبقات من التربه قابله للانتفاش ان يتم عمل المساحات الخضراء جوه منطقه معزوله فيها تصريف للمياه من المصارف الرئيسيه او المشابكه المجاري، بحيث ان اضمن ما فيش ميه تروح للطبقه الحامله لو كانت طبقه قابله للانتفاش. ثالث حاجه increase the bearing pressure، ان انا ازود ضغط الانتفاش اللي هيجي، الضغط اللي هيجي من المنشأ. كل ما زاد الضغط كل ما قلل فرصه الانتفاش، وبالتالي بيبقى تاثيره على المنشأ ممكن يقاوم عن طريق يعني طبقه احلال او جسات المنشأ. رابع حاجه ان يتم تصميم المنشأ كله مع الاسات كوان يونت منشأ ريجي، بحيث يتحمل الانتفاش اللي ممكن يحصل عليه. خامس حاجة، ودي مستعملة في حالات خاصة، ان نستخدم خوازيق، ولكن الخوازيق ديت ضغط الانتفاش ممكن يشيلها. عشان كده بقول ايه اندر نيم، دي يعني الخازوق من تحت بيبقى فيه توسعات كده شكله عامل زي القمع بيثبته قلب الارض، وهتشوف الارض في اخر المحاضرة. ممكن اعالج كيميكال تريتمنت او بسويلنج سويل، يعني ممكن اعالج الطبقه قابله للانتفاش باستخدام بعض المواد زي الاسمنت والجير وبعض المنتجات اللي بيسموها سايد، يعني بيبقى خارج او بيسموها مخلفات صناعيه مثل مصانع الاسمنت او غيرها تثبيت الطرق. دول الست طرق او الحاجات اللي بنحاول ايه نستفاد منها. نخش على اول حاجه اللي هو استبدال التربة. حلقة نحطها في اتنين. استبدال التربة لازم يكون تربة رملية زي ما وضح بعد كده. لو كان عندي استبدال التربة هعمله، يفضل عمق الاحلال لازم اعمله خلص. طب نفترض ان كان عمق الاحلال اكبر، هنشوف بعد كده. لو اكبر هخلي الطبع اللي تحت خالص، اللي هي نفترض ان انا عندي عمق حفر 2.5 متر. يعني عمق حفر عايز اعمل استبدال او احلال 2.5 متر، ما خليش ال 2.5 متر كل مرمل. ايه المشكله؟ في بعض الاحيان ما بنقدرش نضمن ان طبقه الرمل قدامك بالقيمه المطلوبه، وبعض الاحيان بتعمل مشاكل لما تجي لها ميه مستمره من مصدر ما صار منه. يبقى في هذه الحاله بقى اخلي الطبقه اما 2.5 متر، اخلي المتر اللي تحت تربه قويه من السن والرمل او الزلط والرمل اللي هو المتر دوت، وبعد كده خلي المتر او المتر ونص اللي فوق من الرمل اللي هم يبقوا ايه مباشرين للاساس بتاعه. طيب ما هو السمك بتاع الريبليسمنت لير؟ زي ما اتفقنا السمك بيبقى صعب تحديده، لان احنا اهم حاجه عندنا لازم نكون نحدد الجزء العمق الفعال من التربه اللي ممكن اتصور هو ممكن يحصل على المنشا، واللي على اساسه ممكن انا اقول التربه تبقى قابليه الانتفاش عاليه او واطيه، بيبقى مقدار بقيمه معينه. ولكن احنا زي ما اتعلمنا من الشرط من في الجزء الاولاني من هذا الشابتر، ان احنا عندنا بعض التجارب البسيطه ممكن الاختبارات بتاعتها تديني انديكيشن على مدى قابليه الطين للانتفاش، زي الفريسويل والاكسيا فريسويل، الاثنين دول مهمين جدا لو اقدر اتصورهم، هيساعدوني ان انا اقيم ان التربه ديت هل هي عاليه الانتفاش او متوسطه او ضعيفه. باي وضع كان بالنسبه لسمك طبقه الاحلال يجب ان يكون نص متر باي وضع، حتى لو كانت تربه ضعيفه جدا. طب لو كانت تربه متوسطه يبقى متر، تربة عالية قابليتها عالية للانتفاش يبقى 1.5 متر. الحاجة الثانية، لما اجي اعمل طبقة احلال ما تبقاش بالظبط على قد حدود الموقع او ابعاد الخرسانية للموقع، لا، لان انا عندي
الستريس بيتوزع من الاواعي الداخل طبقه احلال باتنين لواحد. انا بختار انه واحد لواحد، عشان كده لازم يكون في رفرفه لطبقه الاحلال خارج حدود الخرسانه العاديه. انا كاتب ان لا يقل عن 2 متر، لا دي مش عايز ان الحكايه 2 متر دي اللي بتبقى كتيره شويه. يفضل ان يكون الرفرفه بتاع طبقه الاحلال مساوي سمك طبقه الاحلال. يعني عملت طبقه احلال سمكها نص متر، يبقى اعمل رفرفه نص متر حوالين المنشا، متر يبقى متر، متر ونص، متر ونص، وهكذا، لان دي هتساعد على توزيع الاسترس داخل طبقه الاحلال. نيجي لنقطه ثانيه مهمه جدا، درجه دمج الاناسب. قبل النقطه دي، انا عندي حامل طبقه احلال بسمك متر، كيف احطهم متر كل واحد؟ طبعا غلط، لازم يتعمل على فرشات. خلي بالك الطبقه المقصود يعني الطبقه كامله بقسمها الفرشات، كل فرشه والفرشه الاولى الفرشه الثانيه وهكذا. الفرشه انا كاتب هنا الفرشه ان كانت تزيد عن 30 سم، لا اكتبها لو سمحت واكتبها 25 سم. يبقى بعمل فرشه كل 25 سم تحت اشراف هندسي. طيب ايه فايده؟ لازم نقطه اعتبارنا، يبقى اولا بيتم تنفيذ طبقه احلال على فرشات، كل فرشه لها تزيد 25 سم. الحاجه الثانيه ايه نوعيتها؟ رمل زي ما اتفقنا. ثالث حاجه، ما مقدار الدمج المطلوب ليها؟ احنا اتعودنا لما تشوف اي تقرير يقول لك يجب ان تكون جوده الدمج لا تقل عن 95% من تجربه بروكتون. ايه موضوع 95% من تجربه بروكتون؟ زي ما اتعلمته سنه ثانيه في الدمج، انا ما بيكون عندي موقع اعمل طبقه احلال، باخد جزء من تربه الاحلال بوديها المعمل، بعمل لها تربه دمج بنسميها موديفايد بروكتور. من موديفايد بروكتور دي بيديني كيرف بعين منه حاجتين، اقصى كثافه ممكنه والاوبشن مش كونتين. وفي التقرير بناء عليه بطلب ان يتم دمج التربه مع استخدام نسبه ميه بلس اور ماينس 5% فوق نسبة الرطوبة اللي طلعها من تجربة الدمج. الحاجة التانية، لما اجد مكهة انا طلعت لي من تجربة الدمج في المعمل ان اقصى كثافة 1.9 طن على المتر المكعب، هل في الموقع حاضر حق الكلام ده؟ طبعا في طبقا لدرجة الدمج ممكن اقعد ادمك لغاية لما اوصل ان انا اجي اعمل اختبار على طبقة الاحلال باستخدام الساند كون واشوف الكثافة تطلع كام جافة أقارنها بـ 1.9. المفروض تبقى لتقرير التربة بيقول لك لو سمحت الكثافة المقاسة في الحق بالساند كون يجب ألا تقل عن 95% من الـ 1.9. شيء جميل، ولكن هذا الكلام أنت نوافق عليه لما أكون عايز تربة إحلال قوية. أنا عايز تربة الإحلال اللي تكون موجودة فوق الطبقة قبل الانتفاش ما تبقاش قوية جدا، تبقى قوية بالدرجة الكافية ان يبقى ليها شيل ستريس يشيل المنشأ، ولكن يجب ان يكون فيها بعض المرونه. ليه فيها بعض المرونه؟ عشان اضمن ان لما جينا انتفاش من التربه قبل الانتفاش تمتص جزء كبير من الانتفاش، لان لو كانت هي قويه بكثافه اكبر من 90% على الانتفاش دوت ينتقل عن طريق طبقه الاحلال للاساس. يبقى انا بفضل ان يكون جوده الدم لطبقة الإحلال أو فرشة الإحلال بالطبقة الملاحة سوينج سوين ما بين 85-90 وليس 95% كما هو بيبقى مذكور في بعض التقارير. في نقطة إن في بعض المواقع بيبقى مبين فيها قطاع الجثة وجود طبقة إحلال، وتم التوصية بعمل حفر. أنا عايز أقيس على متر ونص، فبطلب توصية يتم الحفر لعمق 2.5 متر. ليه؟ عشان اعمل متر احلال. نفترض جيت حفرت 2.5 متر ولسبب ما الحفر المكشوف تعرض لامطار غزيرة او للتسرب ماسورة مياه مكسورة وابتدت المية خش المخشة الموقع. عندما تخش المية الموقع اصبحت طبقة سطحية من تربة قوية الانتفاش
بدل ما كانت جامده جدا قد توصل تبقى سوفت او ميديم. سوفت او ميديم دي غير مناسبه للتوسعه دي، فانا هضطر في هذه الحاله ان انا يتم ازالتها، يعني يجب انها تتشال قبل ما احطها بالتحليل وازود سمكه الاحلال بمقدار السمك اللي شلته من سطح الطبقه. يجب ان تمتد طبقه الاحلال اللي هو الرفرفه بتاعتنا خارج حدود الموقع الانشائي بمسافه مساويه لسمك طبقه الاحلال. ده كلام جميل. سمك طبقه الاحلال نص متر، ازود نص متر من جميع الجوانب، متر من جميع الجوانب، متر ونص يبقى متر ونص من جميع الجوانب. الحاجه الثانيه، احنا مشكلتنا كلها التربه القابله للانتفاش، دخول الميه تحت المنشا، وخاصه في حاله وجود طبقه قبل الانتفاش. يبقى اول حاجه ازاي امنع ميه ريه وميه ما تخش، يبقى انا لازم اعمل حازم. ممكن بعمل هنا كات اوف، يعني ممكن اعمل عمل صناعي هنا يمنع دخول الميه. طيب انا عندي في طبقه منفذه ممكن تجيب لي الميه تحت المنشا، في هذه الحالة أعمل مصرف من الرمل يجمع لي المية وارميها في أي موضع قبل ما توصل للمنشأ. في عندي هنا في جزء من الأرض بيسمح في كما لو كان كراك بيسمح بدخول المية، يبقى في هذه الحالة برضو بحتاج إن أعمل مصرف من الرمل. هذا المصرف هيساعد إن أي مية تيجي تخش تتجمع في المصرف وأوديها بعيد عن الطبقة الحامل المنشأ، خاصة إذا كانت هذه الطبقة طبقة قبل الانتفاش. طيب إيه أنواع الأساسات المناسبة للطبقة قبل الانتفاش؟ بمنتهى البساطة إحنا عندنا الأنواع المعروفة كأساسات اللي هي الشيل فاونديشن، بتنقسم زي ما بتاخده مع الدكتور محمد رجب. الشيل فاونديشن عمال تقصص هي والديب فاونديشن. هنتكلم عن الشيل فاونديشن. الشيل فاونديشن منها الايزوليت فوتنج، بيبقى عباره عن ايزوليت يعني منفصله، قاعده خرسانه عاديه على قاعده خرسانه مسلحه وادي العمود. لو انا بعمل طبقه احلال وهي طبقه قابله طبقه اسف طبقه قبل الانتفاش وهي طبقه احلال وعامل الاواعد دي، يفضل ان ارضيه الدور الارضي او ارضيه البدروم ما تبقاش فوق طبقه رمل ما بين الاساسات. لا لو سمحت يفضل ان اعمل السلابه دي من خرسانه المسلحه مينيمم ستيل، مش محتاج يعني اصممها بحيث احط لها ستيل واسيب الفراغ ده موجود. الفراغ دوت هيساعد كتير جدا لما تيجي ميه تخش لطبقه الاحلال ان الانتفاش دوت يضيع في الفراغ اللي موجود ما بين الاساسات، اسهل ان يروح هذا الفراغ دون أن يؤثر على الأساسات أو يكون تأثيره بسيط. والأساسات لازم تكون مربوطة بمياه المدى جاسعة، سمكها السمك بتاع الخرسانة المسلحة واللي عرض لا يقل عن 30 سنتي، وتسليح علو سفلي زي بعض من نفس تسليح الأساسات، يعني فوق 16 يبقى 3 فوق 16 فوق 3 فوق 16 تحت وهكذا. ده الكلام اللي انا بقوله هنا. في بعض الاحيان بيكون عندنا الموقع بتاعنا فيه طبقات تربه قبل الانتفاش ولكن للاسف غير متساويه السمك، يعني في مكان ما اعلى من مكان تاني، وبالتالي يعني السمك بتاعها متغير بمعنى اخر. في هذه الحاله الاساسات المنفصله قواعد منفصله بيبقى تعرض لو جت فيها ميه طبقة قبل الانتفاش هيبقى عندها مشكلة. في هذه الحالة بنلجأ للقواعد الشرطية ستريت فوتنج. الستريت فوتنج الميزة اللي فيها ان انا بقدر احط عليها كاميرا مقلوبة تبقى عاملة زي كي سيكشن، وبالتالي تبقى اقوى بكتير من القواعد المنفصلة. ولكن بس مجرد معلومة ان القواعد الشرطية اذا كان البحر كبير بتاع المنشأ بيبقى حديد تقيل قوي، يعني يفضل دايما القواعد الشرطيه تبقى موجوده في الاسبان ما يزيدش عن 4.5 متر، اكتر من كده بيبقى ممكن الحديد بتاعي يبقى تقيل قوي، فاضطر ان انا
يبقى في هذه الحالة أزود طبقة الحل شوية وأعملها أوعاد منفصلة أفضل. ثالث نوع عندنا من الرافت فاونديشن أو آسف من الشلف فاونديشن قاعدة اللبشة. خلي بالك من الحتة اللي قلت لك وحطها على فوق. طب احنا لو جينا قصينا هنا ايه ميزه الاواعد المنفصله؟ بان في فراغات تسمح الفراغات ديت لو حصل انتفاش في طبقه الاحلال انه كل معظم يروح فين؟ الفراغات. لما اجي انا اعمل لبشه بالموقع كله انا ما عنديش فراغات، يبقى اللبشه هتتعرض ليه؟ لضغوط عاليه. عشان كده لا يفضل يساوي اساس اللبشه الا في حاله وجود منشأ عالي، يعني طور. بعمل منشأ من 15 او 12 طلبات 5 دور، يبقى الاسترس عالي. في هذه الحاله انا لو عملت لبشه حاجه الاسترس عالي جدا، ممكن هذا الاسترس يقاوم الضغط اللي ممكن يحصل من طبقه القابله للانتفاش ويقلل التاثير على المنشأ. باشمهندسين، ملحوظه صغيره ان طبقه الانتفاش تم قياسات بعض الحقليه بينت احنا في الموقع في المعمل ممكن بقيس ضغط الانتفاش داخل الاودومتر، وزي ما اتفقنا الاودومتر بيدي قيم اكبر من قيم من الموقع. بقول لك كم ده ليه؟ في الموقع ممكن، ومع ذلك الموقع ممكن يديني ضغط ممكن يوصل 4 و5 و6 واكثر كيلو جرام على 6 جرام، حين المنشأ بجلالة قدره حتى لو طور ممكن ما يزيدش عن 2-3. يبقى معنى ذلك ضغط الانتفاش ممكن يكون أعلى بكتير من الضغط الجاي من المنشأ. عشان كده لا يستخدم اللبشة إلا إذا كان مبنى عالي وضامن إنه يديني استرس عالي. نيجي بعد كده أحد أنواع الشلف فاونديشن، وهو هو إيه؟ هو البير. البير دوت ما بين الشلف ما بين التيب، وده غالبا بيسمى زي البير اسكندراني. اسكندريه الناس بتحب طبعا تعمل العمارات على البحر، حاجه جميله، ولكن المشكله ان الرمل اللي يطرح البحر بيبقى فيه نسبه عاليه من القواقع، ونسبه عاليه من القواقع دي بتخلي طبقه الرمل السطحيه ليها قابليه عاليه للانتقاض، وتم تعمل مشكله كما لو كانت كلها سبت سوي تربه قابله ليها. عشان كده فكرهم يعملوا ايه؟ ازاي يعدوا طبقه الرمل اللي في القواقع ويصل لغايه طبقه رمل كويسه. خدوا نفس الفكره دي وحاولوا نطبقها في موقع فيه طبقه بعد ما اسمكم. حاولت اعمل الكلام دوت، ولكن خدوا نفس الفكره بيطبقوها على طبقه قابله للانتفاش. انه يعمل ايه؟ يعمل بير من الخرسانة العادية ووصل لغاية طبقة قابلة للانتفاش، غير قابلة للانتفاش. اهم نقطة في هذا الموضوع ان انا يكون عندي فراغ موجود ما بين البير وما بين طبقة قابلة للانتفاش، والفراغ ده برميه برمل او اي مادة عزلة بحيث تفصل طبقة قابلة للانتفاش عن البير. وللتذكرة الناس بنا عندنا في الجامعة كان في مبنى، واصلا مبنى كان زمان من ضمن المنشآت اللي اول منشآت عملت في الجامعه، وكان مبنى طب ومبنى اسمه مبنى ميكانيكا، وكان بيسموه مبنى الهندسه. هذا المبنى تحتيه طبقه قابله للانتفاش. هم فعلا لما جه عملوا التاسيس عملوه على ابار، عملوا القواعد على ابار، ولكن للاسف مش لامسه دي. وكان حصل كان في حنفيه حريق مكسورة وميتها نازلة، حصل انتفاش طبقة الطين ديت وكسرت البير، رفعت البير وكسرته، وتم طبعا دي كانت مشكلة كبيرة، وتم معالجة الأساس وتم عمل فراغ ما بين الأساس وما بين أرضية البدروم والطبقة قابلة للانتفاش، وتم معالجة هذا الموضوع. طيب الديب فاونديشن زي ما اتفقنا أنا ممكن اعمل خزو. الخزو ممكن اعمله ويكون نهايته للريم دي هسميه اندر ريم. شايف ايه فايده الاندر ريم دي؟ انها تثبت لي الخزو تحت. انا عندي مشكله هنا، الخزو ده خرسانه مسلحه ودي تربه قابله
للانتباه. انا مش عايز في تلامس، عشان كده بعمل الاول اسون يعني ماسوره كبيره، ونازل جواها ماسوره قطرها اقل، وبعدين ارمي ما بين الماسوره اللي جوه دي والماسوره اللي بره طبقه عزل ذره او اي ماده عزل، وابتدي اصب ادخل طابيست الحديد بتاعت الخازوق، وابتدي اصب الخرسانه جوه في قلب الخازوق. لما بعمل الكلام دوت وانا بصب الخرسانه برفع الماسوره اللي جوه، بحيث في الادمه في الاخر ان الخازوق بتاعي ما يبقاش ملابس للتربه قبل التفاش، وفي تربه عندي تربه رمليه موجوده بهذه الصوره. انا كاتب الكلام ده هنا لان الريم ديت، لان الخازوق لما تنتبش التربه بيتعرض لاجادات، وبعد ذلك لما اجي اصمم هذا الخازوق بشوف لو حصل له لاي ممكن يحصل نيكينج، يعني جزء من التربه الرمليه يحصل له انه يقل فتقدر تيجي عليه فيجي يحصل له انتفاش عايز يرفعه، فبشوف ممكن الخازوق دوت ممكن يشيل اجادات شداتيه. كل الكلام ده موجود. انا كده خلصت طبعا اقل من نص ساعه، لكن اهم حاجه ان انا عارف ان انتوا لو الشريط كله بصيتوا عليه، والمفروض اسئلتكم وصلت لي عن طريق مهندس محمد ورديت عليها. ومع ذلك لو في اي اسئله النهارده ابعتوها لي تاني، بشرط ان قبل يوم الخميس او على يوم الخميس يكون الشيء متسلم عشان انزل لكم موديل اكثر. حاجه تانيه، كل سنه وانتم طيبين. الخميس اللي جاي هيبقى قريب من العيد، الله اسف الاثنين اللي جاي هيبقى يموت وقفوا ولا حاجه، وكنا عايزين يوم ناخد فيه محاضره تانيه برضو اونلاين نعوض فيها. اتفق مع مهندس محمد يعني انه هيشاوركم، ونتفق على ميعاد يكون مناسب ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، وبتمنى ان تكون المحاضره كانت واضحه بالنسبه لكم. كل عام وانتم بخير.